إرث ثقيل من التحديات بانتظار الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان انتقلت إليها من سلفه. الملف النووي والسياسة الخارجية والعقوبات الاقتصادية والاضطرابات الداخلية والتوترات الإقليمية وأيضا سيناريو عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى سدة الحكم، الرجل الذي يؤرق إيران ولم يتردد بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 ودعم فرض عقوبات صارمة على إيران ضمن استراتيجية الضغط الأقصى التي زلزلت أسواق النفط وكادت أن تؤدي إلى حرب مباشرة مع إيران، وبالتأكيد لن يتردد بالذهاب أبعد. الإيرانيون بدورهم لا يتوقع منهم الكثير، فرغم انتقال الرئاسة من محافظين مع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي إلى إصلاحيين مع الحالي مسعود بيزشكيان، إلا أنه من غير المرجح حدوث تغيير جذري في قراراته الاستراتيجية كون الكلمة الأخيرة للمرشد الإيراني. ففي السابق مثلا حاول قادة إيرانيون اتباع نهج مختلف خلال عهودهم الرئاسية بما فيهم رئيسي نفسه، إلا أنهم لم يفلحوا بالخروج كثيرا من عباءة المرشد، وبقي أداء إيران على ثوابته التقليدية، وبالتالي فإن رهان بيزشكيان على الحوار مع الخارج خلال ولايته لتحسين العلاقات مع الغرب ورفع العقوبات وجذب الاستثمارات قد تبقى مجرد وعود لا أكثر، خاصة وأن الملف النووي لم يشهد تحسنا خلال حقبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستمرت العقوبات ضد إيران ردا على ما تعتبره إدارة بايدن استمرار للتصعيد النووي. وحتى دول مجموعة السبع حذرت إيران من أن المضي قدما في برنامج التخصيب النووي. ملف الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ نحو 11 شهرا أيضا من الملفات التي سيكون على بيزشكيان التعامل معها، والملفات ذات الصلة كحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران وإدارة الأجندة الإيرانية في المنطقة وغيرها.